لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعلنت سلطات الحماية المدنية بولاية سطيف الجزائرية مساء يوم أمس ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في منطقة عين ودمان إلى 8 قتلى. وكانت سلطات الحماية المدنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن تسرب للغاز وقع في ورشة لتخزين العطور بحي 583 مسكن بعين ودمان، أودى بحياة 7 قتلى هم 3 رجال وامرأتين وطفلين. وقال المتحدث الإعلامي للسلطات أن الضحية الثامنة هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار. وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية أنها سجلت ارتفاعا ملحوظ في عدد الوفيات جراء اقتناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث توفي 9 أشخاص خلال 72 ساعة. وأوضحت المديرية بحسب ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية أن حوادث الوفاة سجلت على مستوى ولايات قسنطينة، معسكر المدية وسوق أهراس المرتبطة بالإقبال، بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة وسخانات الماء والحمام خلال هذه الفترة الشتوية. وأشارت المديرية إلى حصيلة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص هذا الغاز القاتل منذ الأول من يناير المنصرم، حيث تم تسجيل 38 ضحية متوفية وإسعاف 483 شخص من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية. ونوهت المديرية إلى أن هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية، منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية والتركيب السيء، وكذا استعمال أجهزة مخصصة للطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات. وشددت على أن هذه الأخطاء تلعب دورا كبير في بعث غاز أحادي أكسيد الكربون، مما يزيد من خطورة الاختناقات، وهذا ما يتطلب بالضرورة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي هذه الحوادث. ودعت المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وكذا اتباع النصائح الوقائية الإجبارية. وشددت من جديد على ضرورة عدم سد فتحات التهوية لضمان حماية التهوية مستمرة داخل المنزل، قبل أن تنهي عن استعمال وسائل التدفئة في الغرف والأماكن التي تنعدم فيها التهوية، وعدم ترك محرك سيارة يعمل في مرأب مغلق، واستعمال كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون كوسيلة إنذار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.